بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوه والاخوات، طلبه وطالبات برنامج التعليم عن بعد، اهلا بكم في حلقه جديده من ماده اداره الانتاج والعمليات، ومستمرين طبعا في موضوع التنبؤ بالطلب والاساليب الكميه للتنبؤ بالطلب. بدانا طبعا في الحلقه اللي فاتت مباشره في الاساليب الخاصه بتحليل السلاسل الزمنيه، وده اول نوع من انواع اللي هي الاساليب الكميه، وخلصنا اسلوب المتوسط المتحرك البسيط، وخلصنا اسلوب المتوسط المتحرك المرجح بالاوزان، وعرفنا ليه ده بسيط وليه ده متحرك وليه التاني ده مرجح بالاوزان. ونتيجة الوقت إن شاء الله في الطريقة الثالثة برضو من اللي هي تحليل السلاسل الزمنية الخاصة بطريقة التمهيد الأسي، وهنشوف هنكمل في بقية الموضوعات بتاعتنا، بس تعالى نشوف طريقة اللي هو التمهيد الأسي بتقول إيه. الحلقة رقم 20، التنبؤ بالطلب، ومستمرين زي ما انت شايف سعادتك كده في ألف طرق التنبؤ التي تعتمد على تحليل السلاسل الزمنية. خدنا طريقتين، متوسط متحرك بسيط ومتوسط متحرك مرجح بالأوزان، ونتيجة دلوقتي زي ما حضرتك شايف في الطريقة الثالثة اللي هي طريقة التمهيد الأسي، ده طريقة من طرق تحليل السلاسل الزمنية. تعال نشوف القانون بتاعها الأساسي وإزاي نطبق القانون ده في حساب بعض الإيه، بعض الأرقام. ثلاثة، طريقة التمهيد الأسي يعاب على طريقتي المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك المرجح بالأوزان الحاجة إلى الاحتفاظ ببيانات تاريخية لفترات طويلة، ويعد ذلك عبئا كبيرا على القائمين بعمليه التنبؤ. زي ما انت شايف كده، كت نون مرة بثلاثة، نون مرة باثنين، نون ممكن تكون باربعة، بخمسة، بستة، بعشرة، بعشرين، بثلاثين، حسب بقى الايه السلسلة الزمنية وحسب البيانات المعطاة ليك في التمرين. وبالتالي انت في المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك المرجح بالاوزان مطالب انك تحتفظ ببيانات تاريخية طويلة، لكن في طريقة التمهيد الأسي ما انتش مطالب بالاحتفاظ ببيانات تاريخية طويلة زي ما هنشوف. طبعا الاحتفاظ ده بيكون عبء على متخذ القرار. وللتغلب على هذا العيب ظهرت طريقة التمهيد الأسي. طيب في طريقة التمهيد الأسي المعادلة الأساسية، ركز معايا، المعادلة الأساسية بتقول، وتتمثل معادلة طريقة التمهيد الأسي في الآتي. إيه بقى المعادلة الأساسية الخاصة بطريقة التمهيد الأسي؟ هنشوف. ميم ت، خلي بالك ميم ت فقط، ما هيش ميم بار ت، ميم ت اللي هو الطلب المقدر للفترة ت أو الطلب المتوقع للفترة ت. ليه ما هياش بار؟ أصبار دي الشرطة اللي كانت فوق بتشير للمتوسط، سواء متوسط متحرك بسيط او متوسط متحرك مرجح بالاوزان. احنا مش في طريقه متوسط، احنا في طريقه التمهيد الاسي، شلنا البار. طيب شلت البار بقت ميم ت، ميم ت بتساوي ميم ت ناقص واحد، يبقى الطلب المتوقع للفتره ت اهو، خليك معايا، ادي ميم ت الطلب المتوقع للفتره ت بتساوي ميم ت ناقص واحد، الطلب المتوقع للفتره ت ناقص واحد او المقدر، زائد الفا. الفا ديت اللي هي معامل التمهيد الاسي، والفا ديت زي ما هتشوف ان شاء الله معامل التمهيد الاسي بتبقى معطى ليه قيمتها بتتراوح ما بين الصفر والواحد الصحيح، يعني ممكن 1/10، 2/10، 3/10، 4/10 الى اخره. مضروبه، خلي بالك بقى، مضروبه في ف ت ناقص واحد، الطلب الفعلي للفتره ت ناقص واحد، ناقص ميم ت ناقص واحد اللي هو الطلب المقدر او المتوقع للفتره ت ناقص واحد. يبقى كده اللماح منكم هيلاحظ حاجه، اللماح منكم هيلاحظ ان بره المعادله يعني على يمين علامة يساوي ت، وجوه المعادلة كله ت ناقص واحد، دي عشان بس ايه تسهل عليك إدراك القانون، تسهل عليك حفظ الايه القانون. يبقى بره ت طلب متوقع للفترة ت، بس نخلي بالنا بقى جوه كله ادي ت ناقص واحد، ت ناقص واحد، ت ناقص واحد، بس خلي بالك ت ناقص واحد هنا مين بقى؟ ميم ت ناقص واحد المتوقع لت ناقص واحد، زائد الفا معامل التمهيد الأسي بتبقى معطى قيمتها بتتراوح ما بين الصفر والواحد، مضروبة في الفرق ما بين، خلي بالك بقى، فعلي للفترة ت ناقص واحد، فعلي ف ت ناقص واحد ناقص متوقع للفترة ت ناقص واحد، ناقص المتوقع للفترة ت ناقص واحد. واحد يقول لي مش المتوقع ده المتوقع للفترة ت ناقص واحد، هو المتوقع ده للفترة ت، هو ده المتوقع للفترة ت ناقص واحد؟ أقول له هو يعني هيكون نفس الرقم، هيكون نفس الرقم، ما هو ده ميم ت ناقص واحد وده ميم ت ناقص واحد، نفس الرقم نفس الرقم، بس ده ف ت ناقص واحد اللي هو الفعلي للفترة ت ناقص واحد. طبعا ديت الفا اللي هي معامل التمهيد الاسي، يبقى المعادله ميم ت بتساوي ميم ت ناقص واحد زائد الفا مضروبه في ف ت ناقص واحد ناقص ميم ت ناقص ايه واحد، حيث التعريف الكلام اللي احنا قلناه اهوت. ايه بقى؟ ميم ت الطلب المقدر للفتره ت، الطلب المقدر للفتره ت او عاوز تقول عليه الطلب المتوقع للفتره ت، مفيش مشكله. طيب ميم ت ناقص واحد الطلب المقدر، برضه المقدر او المتوقع للفتره السابقه للفتره ت، الفترة السابقة للفترة ت، لأنك بتقول ت ناقص ايه؟ واحد. ف ت ناقص واحد الطلب الفعلي، كل الكلام ده ايه؟ قلناه، الطلب الفعلي للفترة السابقة للفترة ايه؟ ت، لأن ت ناقص واحد. ألفا، ألفا ديت معامل التمهيد الأسي، وتتراوح قيمة ألفا اللي بتبقى معطى بالنسبة لك بين الصفر والواحد الصحيح، يعني ممكن تكون
واحد من عشرة، اثنين من عشرة، ثلاثة من عشرة إلى آخره. طيب عرفنا المعادلة، عرفنا المعادلة، وعرفنا عناصر المعادلة، وعرفنا عناصر المعادلة. تعال بقى نطبق المعادلة على إيه؟ نطبق المعادلة على مثال. المثال: في ما يلي بيانات الطلب الفعلي بالوحدات على منتج معين لأربعة فترات. خلي بالك البيانات ديت إيه؟ بيانات طلب فعلي. ركز معايا في المثال: في ما يلي بيانات الطلب الفعلي بالوحدات على منتج معين لأربعة فترات. هذه الفترة 1 2 3 4 والطلب الفعلي بالوحدات 100 120 110 90 ايه وحدة. بافتراض ان الفا 9 من 10، ادي عندنا قيمة الفا، وان رقم الطلب المتوقع للفترة الاولى، خلي بالك للفترة نهين، للفترة الاولى كان 90 وحدة، يبقى ديت ايه؟ الطلب المتوقع للفترة الاولى. احسب الطلب المتوقع للفترة الخامسة باستخدام طريقة التمهيد الاسي. خبر ابيض، عاوزني احسب الطلب المتوقع للفترة الخامسة؟ يعني تحسب ايه؟ تحسب ميم خمسة. طيب تعالى كده نطبق المعادلة. لو احنا عاوزين نحسب ميم خمسة الوضع هيكون ايه؟ تعالى كده نرجع للمعادلة الاصلية قبل ما نخش في حد التمرين. تعالى نرجع للمعادلة الاصلية. ها، عاوز احسب ميم خمسة، يبقى ميم خمسة بتساوي، يبقى ت بتساوي خمسة. ميم كام بقى؟ ت ناقص واحد، يبقى ميم اربعة زائد الفا اللي هي تسعة من عشرة مضروبة فيها اربعة ناقص ميم اربعة. صح؟ صح. يبقى هو عاوزني احسب ميم خمسة بتساوي ميم أربعة زائد ألفا مضروبة فيها أربعة ناقص كام؟ ناقص ميم أربعة. واحد يقول لي أنا عندي ألفا بتسعة من عشرة وعندي فيها أربعة. جميل جدا، أدي فيها أربعة هي الفعل بتاع الفترة الرابعة 90 إيه؟ 90 وحدة. بس أنا ما عنديش ميم أربعة، الطلب المتوقع للفترة الرابعة. صح؟ ما عنديش ميم أربعة. أمال هو مديني إيه بقى؟ مديني الطلب المتوقع للفترة الأولى. يبقى كده انا ما اقدرش اجيب الطلب المتوقع للفتره الخامسه مباشره. ليه؟ اصل انا ما عنديش الطلب المتوقع للفتره الايه؟ الرابعه. ده هو مديني الطلب المتوقع للفتره الاولى. طيب اقول لك هو مديك الطلب المتوقع للفتره الاولى؟ طب نرجع حكايه تاني للمعادله. ها، مديني الطلب المتوقع للفتره الاولى. طيب طالما مديني الطلب المتوقع للفتره الاولى، ممكن اجيب منه الطلب المتوقع للفتره نهين؟ ممكن اجيب منه الطلب المتوقع للفتره الثانيه. طيب يعني ايه؟ هنجيب كده الاول. ها، واحد يقول لي بقى هنجيب ميم اتنين. صحيح مش ميم اتنين المطلوبة، ده المطلوب ميم خمسة، بس انا بالبيانات المتاحة ما اقدرش اجيب ميم خمسة. جميل جدا. طيب بس انا عندي الطلب المتوقع للفترة الاولى، وبالتالي ما اقدرش ابتدي الا بالطلب المتوقع للفترة الايه؟ التانية. ومن التانية هجيب التالتة، ومن التالتة هجيب الرابعة، ومن الرابعة هجيب الايه؟ الخمسة. لفة طبعا، لفة طبعا. طب تعال، ها، لو انا جبت الطلب المتوقع للفترة التانية، التانية بتساوي الطلب المتوقع للفترة الاولى عندي زائد الفا بتسعة من عشرة عندي مضروبه في الفعلي بتاع الفتره الاولى، عندي الفعل بتاع الفتره الاولى، ارجع للجدول، ادي الفعل بتاع الفتره الاولى كام؟ 100. مضروبه في ناقص ايه بقى؟ ها، نرجع للمعادله تاني، ناقص المتوقع للفتره الاولى اللي هو مدهوني اصلا كام وحده؟ اللي هو مدهوني 90 وحده. فهمت الموضوع هيمشي ازاي؟ تاني عاوز يجيب الطلب المتوقع للفتره الخامسه، تعال نطبق المعادله. ميم 5 ت، يبقى ت ناقص 1 بكام؟ ما هي ت ب 5، يبقى ت ناقص 1 بكام؟ 4. يبقى ميم 5 بتساوي ميم 4 زائد الفا مضروبه فيها 4 ناقص ميم 4. عندي فيها 4 وعندي الفا بس ما عنديش ميم 4. طيب ما عندكش ميم 4، امال انت عندك ايه؟ المتوقع بتاع الاولى. طالما عندك المتوقع بتاع الاولى، يبقى انا ما اقدرش اجيب المتوقع بتاع الخمسه مباشره، هجيب منه المتوقع بتاع الثانيه. يبقى ميم 2 بتساوي ميم 1، عندي ميم 1 ب 90 زائد الفا عندي مضروبه في كام؟ في فيه ايه؟ 1 موجود عندي في راس التمرين ناقص ميم 1 موجود عندي. وهجيب ميم 2، وبعد ما اجيب ميم 2 اجيب ميم 3، وبعد ما اجيب ميم 3 اجيب ميم 4، وبعد ما اجيب ميم 4 اجيب ميم 5 وهي الايه؟ وهي المطلوبه. تعالى بقى نطبق ايه الكلام ده. تعالى اهوت الحل اهو. للوصول للطلب المتوقع للفتره الخامسه باستخدام طريقه التمهيد الاسي نقوم بالاتي: ادي ميم ت بتساوي ميم ت ناقص 1 زائد الفا مضروبه في ت ناقص 1 ناقص ميم ت ناقص 1. ما اقدرش اخش مباشره على ميم 5، لان انا لو عاوز ميم 5 يبقى عاوز ميم 4 وما عنديش ميم 4. صحيح عندي الفا وعندي فيها 4، ما عنديش ميم 4، يبقى هتجيب ميم كام بقى؟ ميم 2. ليه بجيب ميم 2؟ اللي هو اداني الطلب المتوقع للفتره الايه؟ الاولى. ومن الاولى هجيب الثانيه، ومن الثانيه هجيب الثالثه، ومن الثالثه هجيب الرابعه، ومن الرابعه هجيب الخامسه طبعا، وده الايه؟ وده المطلوب في الاخر. هتجيب بقى ايه؟ تعالى بقى نطبق واحده واحده كده. ها، ميم 2 بتساوي ميم 1. طيب ميم 1 بكام؟ مدينا اهوت الطلب المتوقع للفتره الاولى 90. خليك معايا بقى، يبقى ميم 2 بتساوي ميم 1 اللي ب 90 زائد الفا اللي هي ب 9 من 10 مضروبه في فيه 1. فيه 1 بكام؟ ادي فيه 1 اهوت ب 100. طيب فيه 1 ب 100 ناقص ميم 1 بكام؟ ناقص ميم 1 طبعا قلنا 90. خلاص
تطرح وتضرب وتجمع هتلاقي ميم 2 كام؟ 99 واحد. طيب عندي دلوقتي الطلبه المتوقع للفتره الكام؟ الثانيه. بدلالته اجيب الطلبه المتوقع للفتره الثالثه. برافو عليكم. يبقى ميم 3، ها طبق القانون، ميم 3 بتساوي ميم 2. ايوه. ميم 2 بكام؟ ب 99 واحد، ادي 99 زائد الفا ب 9 من 10، مضروبه في كام؟ في فيه 2. طيب فيه 2 بكام؟ نرجع اهوت، ادي فيه 2 بكام؟ ب 120. برافو عليكم. 120 ناقص ميم 2 بكام؟ ميم 2 ب 99. يبقى احنا جبنا ميم 2 هنا ب 99، وبدلاله ميم 2 هجيب ميم ايه؟ 3. طلعت لي ميم 3 بكام؟ ب 117.9 من 10 واحد. وبدلاله ميم 3 اللي طلعتها سعادتك هتجيب كام بقى؟ ميم 4. تعال نطبق القانون. ادي ميم 4 بتساوي، ها نطبق القانون، ت ب 4، يبقى كل اللي جوه ده كام بقى؟ ت ناقص 1، كله كام؟ 3. بالظبط كده. يبقى ميم 4 بتساوي كام بقى؟ ميم 4 بتساوي ميم 3. هو ميم 3 بكام؟ جبتها ب 117.9 زائد الفا ب 9 من 10، ها مضروبه في فيه 3. فيه 3 بكام؟ نرجع للجدول، ادي فيه 3 ب 100 وكام؟ 110. ادي فيه 3 ب 110 ناقص ميم 3 اللي هي 117.9، طلع لي ميم 4 110، 79 من 101. الحمد لله وصلنا لاخر حاجه بقى، وهو المطلوب. ميم كام بقى؟ ميم 5 هو المطلوب. اقدر اجيبه دلوقتي؟ اقدر اجيبه دلوقتي، لان انا دلوقتي عاوز اجيب ميم 5 وعندي ميم 4 وعندي الفعل بتاع 4 وعندي الالفا. الحمد لله. يبقى ميم 5 طبق القانون، ميم 5 بتساوي كام؟ ميم 4 اللي هي ميم ت ناقص 1. ميم 4 بكام؟ ب 110، 79 من 100 زائد الفا 9 من 10، مضروبه في الفعل بتاع 4. خلي بالك الفعل بتاع 4، ارجع للجدول اهوت، ادي الفعل بتاع 4 ب 90 ناقص طبعا هو ميم 4 110 79 من 100 بتساوي 92.8 ايه؟ و8 من 101. خلي بالك بقى، انا في التمرين ده قلت لك الطلب المتوقع للفتره الاولى 90 واحد، جبت انت للثانيه والثالثه والرابعه عشان تجيب الخمسه. طب لو قلت لك الطلب المتوقع للفتره الثالثه، ها هتجيب انت للرابعه ومن الرابعه تجيب الخمسه. طب لو قلت لك الطلب المتوقع للفتره الثانيه، هتجيب لي الثالثه والرابعه ومن الرابعه تجيب الخمسه. طب لو قلت لك وريحتك على طول ان الطلب المتوقع للفتره الرابعه 90، بسيطه، يبقى هطبق على طول القانون على الفترة الخامسة. من تدتني الطلب المتوقع للفترة الرابعة، وانا هجيب بدلالته الطلب المتوقع للفترة الايه؟ الخامسة، لان انا عندي الفا وعندي الفعل بتاع الايه؟ الفعل بتاع الرابعة. صحصح معايا وركز واعرف المطلوب ايه. طيب تيجي بقى بعد كده خلصنا كده طريقة التمهيد الأسي، تعالى إن شاء الله الطريقة اللي هي الرابعة والأخيرة من طرق تحليل السلاسل الزمنية، اللي هي الطريقة الخاصة بخط الاتجاه العام. طيب خدنا خلاص متوسط متحرك بسيط، متوسط متحرك مرجح في الاوزان، طريقه تمهيد اسي، تعال نشوف طريقه خط الاتجاه العام. وطريقه خط الاتجاه العام دي سهله، وان كانت هتبدو كده شكلها كبير شويه، سهله وبسيطه ما فيهاش حاجه. طيب تقوم المعادله اللي هي بتاعه طريقه خط الاتجاه العام على الايه؟ على المعادله التاليه. تقوم هذه الطريقه على معادله خط الاتجاه العام التاليه: ص س بتساوي ا زائد ب س. ص ديت المتغير الايه؟ خلي بالك معايا، ص ديت المتغير الايه؟ التابع، وسين دي المتغير الايه؟ المستقل. وقلنا في السلاسل الزمنيه دايما سين المتغير المستقل هو الايه؟ هو الزمن. والف ديت ثوابت المعادله، وب ديت اللي هي ثابت برضه من ثوابت المعادله. انت دور سعادتك بيكون في تقدير ب بقانون هقوله لك، وفي تقدير الف بقانون هقوله لك. ولما قدرنا الف وب يبقى المعادله عندي جاهزه، اقدر انا اقدر استخدمها في التنبؤ لاي فتره من الفترات. طيب يبقى المعادلة ص س، س ديت سبسكريبت، ص س بتساوي أ زائد ب س، حيث ص س الطلب المقدر للفترة س، الطلب المتوقع للفترة س، وتمثل ص المتغير التابع زي ما قلنا. أ الحد الأدنى للطلب على المنتج اللي هو الثابت، هتطلعه بقانون. ب ميل خط الاتجاه العام، ب ده الإيه؟ الميل. وتعبر ب عن معدل التغير في الطلب ص نتيجة تغير الزمن س بفترة واحدة، وقد تكون قيمة ب موجبة أو سالبة. جايز ب تطلع موجبة، جايز ب تطلع سالبة. ب دي عموما بتعبر عن التغير في ص نتيجة تغير س في بواحدة إيه؟ واحدة. جايز تكون بقى العلاقة ما بينهم طردية أو عكسية حسب إشارة ب تطلع موجبة أو سالبة. س دي اللي هي الفترات الزمنية اللي تمثل المتغير المستقل، لأن إحنا في السلاسل الزمنية س دايما هي المتغير المستقل. حضرتك ممكن يكون عندك بقى ايه؟ مجموعه من الفترات بتتراوح من 1 2 نقط لغايه ايه؟ لغايه نون. طيب تعالى بقى لحضرتك ازاي نحسب الف وب عشان نقدر المعادله بتاعت خط الاتجاه العام عشان نستخدمها في التنبؤ. هتنبأ بصاد اللي هو الطلب المقدر بدلاله ايه؟ س، بعد ما اكون قدرته كله من ب والف. تعالى نشوف هنقول ايه. ولتقدير هذه المعادله اللي هي ص بتساوي ا زائد ب س، او ص س بتساوي ا زائد ب س، يجب تقدير كل من ب والف كما يلي: ب بتتحسب ازاي بقى؟ ب ب بتساوي نون مجموع س في ص ناقص مجموع س في مجموع ص على نون مجموع س تربيع.
ناقص مجموع سين الكل تربية. عاوزك تركز معايا في المعادلة وتفهمها كويس جدا جدا جدا. طيب تاني وهنطبق الكلام ده بالأرقام. ب بتساوي نون، نون دي هي ايه؟ عدد الفترات السلسلة الزمنية اللي موجودة عندك 6 7 8 9 10، عد الفترات المشاهدات اللي موجودة عندك وهتطلع النون. مجموع زي ما انت شايف حضرتك نون مضروبة في مجموع س في ص. س دي المتغير المستقل وص دي المتغير الايه؟ التابع. هيكون عندك عمود بقيمة س وعمود بقيمة ص، هتضرب عمود س في عمود ص هتطلع عمود جديد اسمه س ص، هتجمعه هيديك مجموع س ايه؟ س ص. ناقص مجموع س في مجموع ص، هتجمع عمود س لوحده يطلع لك مجموع س، هتطلع هتجمع مجموع ص لوحده مع عمود ص لوحده هيطلع لك مجموع ص، تضرب مجموع س في مجموع ايه؟ ص. على ن مجموع س تربيع، خلي بالك من الكلام ده، ن عرفناها خلاص، عدد فترات الايه؟ السلسله الزمنيه. طيب مجموع س تربيع، مش انا عندي عمود لس؟ ربع عمود س، هيطلع لك عمود اسمه ايه؟ اسمه س تربيع. هتربعه ازاي يعني؟ هربعه اضربه في نفسه، وتجمع عمود س تربيع يطلع لك مجموع س تربيع. خلي بالك بقى ديت، ناقص مجموع س الكل تربيع غير مجموع س تربيع. يعني ايه مجموع س الكل تربيع غير مجموع س تربيع؟ يعني مجموع س الكل تربيع لو عمود مجموع س خمسة مثلا، جدلا لو مجموع عمود س خمسة يبقى مجموع س الكل تربيع عبارة عن خمسة في خمسة. طبعا الكلام دلوقتي مش واضح، لكن الارقام ايه؟ هتوضحه دلوقتي حالا ان شاء الله. طيب جبنا ب، بنجيب ب الاول لان ب بتخش في حساب الف. الف بتساوي مجموع ص ناقص ب في مجموع س مقسوم على ايه؟ على نون. مجموع ص ده عباره عن مجموع عمود ص، ب اللي انت ايه طلعتها خلي بالك ناقص ب، فلو ب طلعت لك بالناقص تبقى ناقص ناقص تبقى ايه؟ موجب. خلي بالك من الكلام ده، مضروبه ب في مجموع س مقسوم على نون. المهم تعالى بس نشوف المثال اللي هيوضح لنا ازاي نجيب ب وازاي نجيب الف وازاي نجيب منهم المعادله الاساسيه ص س بتساوي الف زائد ب س، وازاي استخدم المعادله دي في التنبؤ، ويوضح المثال التالي كيفيه استخدام هذه الطريقه في التنبؤ بالايه؟ بالطلب. تعالى نشوف المثال ده هيوضح لنا هيقول ايه. مثال: قامت احدى الشركات بتسجيل مبيعاتها بالوحدات خلال السبع سنوات السابقه، وكانت كما يلي. ادي عندي مجموعة من السنوات، كم سنة؟ 1 2 3 4 5 6 ايه؟ 7. طيب الطلب اللي هو موجود عندي 20 وحدة 22 وحدة 27 وحدة 25 30 42 35 ايه؟ 35 وحدة. طبعا الارقام مبسطة لأهداف توصيل الايه؟ الافكار. طيب حضرتك بنقول ايه؟ قامت احدى الشركات بتسجيل مبيعاتها بالوحدات خلال السبع سنوات السابقة، يبقى الطلب ده طلب ايه؟ طلب فعلي. برافو عليك. طيب المطلوب: مستخدما طريقه خط الاتجاه العام قدر الطلب للسنتين القادمتين. يعني عاوز الطلب للسنه اللي هي تحمل رقم 8 والطلب للسنه اللي تحمل رقم كام؟ 9، بالاضافه الى السنه الخامسه عشر مره واحده كده. طيب هنشوف ازاي نجيب الطلب للسنه رقم 8 والطلب للسنه رقم 9 وبعدين نجيب الطلب للسنه رقم كام؟ الخامسه عشر. طيب عندي كام فتره زمنيه؟ 7. تبقى نون عندي بكام؟ ب7. جميل جدا. قلت لك قبل كده ان دائما وابدا المتغير المستقل في حاله السلاسل الزمنيه هو الزمن. يبقى س عندي اللي هي المتغير المستقل تعبر عن الزمن 1 2 3 4 5 6 7، والمتغير الاخر اللي هو في الحاله بتاعتنا ديت اللي هو الطلب هو متغير اقتصادي يشير الى المتغير التابع. يبقى ص عندي هي 20 22 27 25 30 32 35. تاني قلت لك دايما وابدا موضوع سلاسل زمنيه س المتغير المستقل دايما هو الزمن 1 2 3 4 5 6 7 السنه، والمتغير الثاني الاخر طبعا هيكون اكيد ص اللي هو الطلب اللي موجود عندي ادي 20 22 27 25 30 32 35. ازاي بقى نقدر كل من ب والف؟ ارجح تاني بك للقوانين بتاعت ب. الف ب بتساوي ن مجموع س في ص ناقص مجموع س في مجموع ص على ن مجموع س تربيع ناقص مجموع س الكل تربيع، الف مجموع ص ناقص ب في مجموع س على ن. يعني هجيب الاول مين؟ ب. المهم عشان تجيب ب والف من البيانات المتاحه دي، ادي البيانات المتاحه اهيت، ده س وده مين؟ ص. يبقى لازمني اكون الجدول اللي انت هتشوفه دلوقتي حالا ده هوت اللي فيه الفتره س 1 2 3 4 5 6 7. مجموع س كام؟ 28. وبعدين الطلب ص، ادي الطلب ص 20 22 27 25 30 32 35، ومجموع ص كام عندي؟ مجموع ص 191. يبقى س من رأس التمرين اللي هو السنوات، ص من رأس التمرين اللي هو الايه؟ الطلب. عشان تقدر كل من ب والف بسيطه بقى، عاوز عمود اسمه س في ص، يبقى هضرب عمود س في عمود ص، 1 في 20 ب 20،
2 في 22 ب 44، 3 في 27 ب 1 بكام؟ 81، 4 في 25 بكام؟ ب 100، 5 في 30 بكام؟ ب 150، 6 في 32 بكام؟ ب 192، 7 في 35 بكام؟ ب 245. يبقى س في ص ده عباره عن ايه؟ ضربنا عمود س في عمود ايه؟ في عمود ص، ما فيهاش مشاكل. طيب عشان تقدر كل من ب والف عاوز تجيب كمان ايه؟ عمود اسمه عمود س تربيع. يعني ايه س تربيع بقى؟ يعني عمود س ده هو هتربعه، اربعه يعني ايه؟ اربعه يعني اضربه في نفسه. طيب واحد في واحد بواحد، ها اتنين في اتنين باربعه، تلاته في تلاته بتسعه، اربعه في اربعه بستاشر، خمسه في خمسه بخمسه وعشرين، سته في سته بسته وتلاتين، وسبعه في سبعه بتسعه واربعين، وتجمع عمود ايه؟ س تربيع. تجمع بقى واحد زائد اربعه زائد تسعه زائد ستاشر الى اخره، وهيطلع لك المجموع كام بقى؟ هيطلع لك المجموع 140. طيب يبقى ادي حضرتك ايه؟ ادي حضرتك سين المتغير المستقل الزمن السنوات من 1 إلى 7، جمعت 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 زائد 7 طلعت لك 28، مجموع سين. ها صاد الطلب ده المتغير اللي هو التابع في الحالة دي من رأس التمرين 20 22 إلى آخره، جمعت طلع لي كام؟ 191. عشان أجيب كل من ب و أ لازمني عمودين إضافيين، سين في صاد ضربنا عمود سين في عمود صاد، 1 في 20 2 في 22 إلى آخره لغاية ما نوصل ل 7 في 5 وكام؟ و30. وعشان أجيب برضه ب و أ لازمني عمود مين بقى؟ عمود س تربيع، أدي عمود س أهوت، ربحته ربحته يعني ضربته في نفسه، 1 في 1 2 في 2 لغاية 7 في 7 وجمعت عمود س إيه؟ تربيع. عندي كل المتغيرات دلوقتي اللازمة لحساب ب و أ، عندي كل المتغيرات اللازمة لحساب إيه؟ عندي كل المتغيرات اللازمة لحسابه ب و أ. طيب إزاي بقى نحسب ب و أ؟ أهو نحسب ب و أ، وعاوزك تكون مصحصح معايا كيفية حساب ب و أ. طيب ب هنرجع بقى للقانون الخاص بإيه؟ للقانون الخاص ب. ب بتساوي ها نون مجموع س في ص ناقص مجموع س في مجموع إيه؟ في مجموع ص على نون مجموع س تربيع ناقص مجموع س الكل تربيع. ده القانون بتاع ب زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا حافظينه. بس تعالى نطبق بقى، بس تعالى نطبق واحدة واحدة عشان نشوف هجيب مجموع س في ص منين؟ وهجيب مجموع س منين؟ وهجيب مجموع ص منين؟ واجيب نون منين؟ واجيب مجموع س تربيع منين؟ واجيب مجموع س الكل تربيع، خلي بالك من النقطة دي، الكل تربيع منين؟ تعالى بقى نطبق. أول حاجة إيه؟ نون. هو نون بكام؟ نرجع للتمرين بتاعنا. أدي النون بتاعتنا 1 2 3 4 5 6 7، يعني 7 مشاهدات، أو ممكن تجيبها من رأس التمرين. أدي السنوات اللي هي عدد المشاهدات، نون بكام؟ نون بسبعة. جميل جدا. أدي جبنا نون بسبعة. نون بسبعة مضروبة في مجموع س في ص، مجموع س في ص جبنا، ارجع للجدول. أدي عمود س في ص، مجموع س في ص بكام؟ 832. جميل جدا. يبقى مجموع س في ص أهو، س في ص العمود مجموعه 832. ادي مضروبه في 832 ناقص مجموع س في مجموع ص، خلي بالك مجموع س في مجموع ص، هو مجموع س بكام؟ ارجع اهوت، ادي عمود س اهوت مجموعه كام؟ 28. طب ومجموع ص مجموعه كام؟ 101 وكام؟ و90. يبقى 28 في 191، 28 في 191 على نون بسبعه مضروبه في مجموع س تربيع، خلي بالك ديت س تربيع. نون بسبعه مجموع س تربيع، ادي حضرتك نرجع اهوت لعمود س تربيع اهو مجموعه كام؟ مجموع س تربيع بكام؟ ب 140. خلي بالك من كده، يبقى مجموع س تربيع 140، ادي حطيت الايه؟ ال 140 وقبلها السبعه في 140، ناقص خلي بالك بقى مجموع س الكل تربيع، يعني مجموع س بتربعه، يعني بضربه في نفسه، مجموع س مجموع س، ارجع اهو الثاني، ادي حضرتك اهو عمود س مجموعه كام بقى؟ مجموعه 28، اربعه اضربه في نفسه يبقى 28 في 28، يبقى ادي 28 في 28، يبقى خلي بالك بقى مجموع س الكل تربيع، بتجيب مجموع س وتضرب وايه؟ وتضربه في نفسه بتربعه 28 في 28، لكن مجموع س تربيع، مجموع س تربيع ده انت بترجع لعمود س تربيع بتجيب مجموع، عرفت الفرق؟ تاني مجموع س تربيع، عمود س تربيع بتجيب مجموع، لكن مجموع س الكل تربيع، عمود مجموع س بتضربه في ايه؟ في نفسه اللي هو 28 في 28. المهم تضرب وتطرح وتقسم وتعمل عمليات حسابيه تطلع ب 243 ايه؟ من 100. طلعت موجب، جميل جدا. طيب الف القانون بتاعها بتساوي مجموع ص ناقص ب في مجموع س على نون، سهله بقى، نون عندنا بسبعه، مجموع ص بكام؟ ارجع اهوت، ادي مجموع ص ب 191. طيب ناقص ب، ها ب طلع لي بالايه؟ بالموجب، ب ب 243 من 100، يبقى ناقص 243 من 100. خلي بالك لو ب طلعت سالب يبقى ناقص ناقص تبقى ايه؟ تبقى في الحاله ديت زائد، خلي بالك من النقطه ديت. طيب
ناقص ب مضروبة في مجموع س، ادي ناقص اللي هي الاتنين تلاتة واربعين من مية طبعا بالموجب هي طبعا ب في اللي هي مجموع س، نرجع مجموع س 28 تضرب حضرتك وتطرح وتقسم يطلع لي ألف 17.56 من مية. لسه ما خلصناش التمرين، لسه ما خلصناش التمرين، كل اللي احنا عملناه ايه؟ قدرنا ب والف. ازاي نقدر بقى اللي هي المعادله بتاعه ص س بتساوي ا زائد ب س، وازاي نستخدم المعادله في الاجابه على المطلوبات اللي هي عندنا ان شاء الله، ده هنكمله في الحلقه الجايه. يبقى بدايتنا في الحلقه الجايه كيفيه استخدام ب والف اللي طلعناها في تقدير المعادله، وكيفيه استخدام اللي هي المعادله بتاعتنا ده هي في تحديد الطلب المتوقع للفترات اللي هو قايل عليها في التمرين. بشكركم لحسن الاستماع.